السلامة ومرحبا بكم في سهر الليالي. كما تعرفوا نحوسوا بكم ديما من حفلة لحفلة ومن مهرجان لمهرجان. شنو هي فما الليلة في سهر الليالي؟ نتابعوا مع بعض. احنا موجودين في مهرجان قرطاج في دورته الخمسين. الليلة سهرة مغاربية أسسها فنان تونسي تحبوه برشا اللي هو نور شيبة، وكذلك فنان جزائري اللي هو الشاب مامي. شنو هي صار التفاصيل، ندوة صحفية، الكواليس وديزيكستري تحبوهم برشا، تفرجوا فيهم في الروبورتاج. فما الليلة نور شيبة وشاب مامي. كنت راي حسني، اما جاي المامي نتفرج فيه. حسني في القبر. اي اما جاي المامي نتفرج فيه خاطر نحب الراي. شنو تحب تسمع؟ كل شيء. كل شيء؟ فماش حاجة سبيسيال؟ لا لا كل شيء عجبني. لا 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 هذيك نور شيبة شنو علاقتك بيه؟ ما نعرفوش. حريم السلطان. ومامي شنو جو؟ شنو؟ مامي شنو جو؟ لا لا ما نعرفوش مامي. بليتو شاب مامي. تحب الراي؟ والله فما عنده غنيات مش خايبين، معناتها كيما عنده غنية مع ستينغ تعجبني بالقدا. هو الكل اللي عنده الكل يعجبني على القديمة نتاعو خاصة. نور شيبة وشيب مام. لابسة بالأخضر متعاطفة مع المنتخب الجزائري. هكاك. شنو الغنيات اللي تحب تسمعهم الليلة؟ والله نور شيبة الكل. جاي باش نعمل جو. شكون الليلة شكون؟ نور شيبة شكون الاخر اللي معاه والله لا نعرفه. شاب مامي. شاب مامي مش شاف مامي ولا شكون. شاف مامي عنده مقرونه مش نورمال. شنو مقرونه التوانسه عندنا المقرونه احنا ان شاء الله ربي معاك. حاب تسمع الليله من عند نور؟ والله عنده برشا حاجات حلوين، كلهم حلوين، كلهم اغاني، كلهم تحفونين، وانتم تحفونين وانتم مزيانين وربي يعينكم. عجبك العرض نتاع نور شيبة؟ اي عجبني العرض، خاصة غنيته يا عم علي ويا حبش بيك. قدم هذوما؟ اي هذوما اللي عجبوني معناتها في نور شيبة. عجبني فيها نور شيبة، وعجبتني غنية جسمه هي حريم السلطان. يا عم علي بشهلة. عجبني بالكدا. كسبكتاكل الناس اللي معاه، الجو اللي عامله، صراحه خدم 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 السنه نتاعو بالكدا بالكدا، تبارك الله عليه. عجبك سبيكتاكل الليله؟ ما شاء الله، من اقصى حكايه تحفونه شباب برشا. ضربوا تونس. ما شفتوش ضربوا تونس؟ جمله فماش ضربوا تونس، كان ضربوا جزائر هكا. كل شعب مداهن. والله
ما تقصش عليها عادي، خليني انا وطني، انا نحب تونس. تلفت في مسرح كامل كلها في فلالجيري ضربوا زيد ضربوا زيد، فماش حتى واحد ضربوا تونس. اوكا نورشيبه هز ضربوا تونس، خلينا من نورشيبه، انا جيت شاب مامي، انا ما خلطتش على نورشيبه. وانت وين ضربوا؟ شكون؟ هاوكا ضربوا تصور به السيد. ايه انا نحبها تونس راهو. تحب تونس جيب ضرب وتعارك في الناس ما جابش ضرب. فكهولي يلا غالب. نورشيبه عجبني هاوكا حاضر بالكدا وكل. كل شيء يغني بالكدا سبيكتاكل حتى التالي وقت تشوف شكون اللي ما تعطيش وراه. معطي سون دي فغي برو. حلوه برشا الحفله، عملنا برشا جو وحلوه برشا الحفله، عجبتني انا برجولي. انا شكون عجبك اكثر نورشيبه؟ نورشيبه اكثر، خاطر نحبوا الغناية نتاعو التونسي ونحبوا سهريته حلوه برشا ونعملوا معها برشا جو. نورشيبه. شنو تقول؟ يعطيك الصحة ومحليك الفنان التونسي مازال يعبي كارتاج. الحمد لله الحمد لله، حاجه تفرح، حاجه تفرح برشا زاد. والله الفنان التونسي اللي يخدم على روحه، الفنان التونسي اللي يسوق تصويره، ايش نقول لك، راهو نور شيبه سيتي بريفيزيبل نوعا ما لو سوكسي اللي باش يعيش. علاش؟ على خاطره ارتيست خلق تصويره. نور شيبه في لي باساج نتاعو ما يتعداش انابيرسو، ديما عنده كل عنده لي زاكسسوار نتاع الخدمه نتاعو، عنده ديما تيك نتاعو، عنده عكاز، عنده كذا، يعني خلق روحه اون ايدنتيفيكاسيون معينه، عطاه يمكن روح اخرى للاغنيه اللي هي الاغنيه الفولكلوريه، الاغنيه التونسيه وكل، وخلق زاده اون ديمونسيون نتاع براندينغ، يخدم معناتها ستاف كامل وناس تخدم وعباد تخدم وميزان سين وكل. يعني بالنسبه لينا نحن تقول لي اليوم نجح في كارتاج، والله وراه والله معناتها كان ما خدمش وكان ما غنيه ما غنيته ما توصلش وما فماش اون برودكسيون معناتها ورا بعضها، راه ما يجي حتى حد وراه ما يتواصل مع حتى شيء. وشفنا لو ريزولتا في عروض تونسيه كيما محمد جبالي وكيما وكل، مالوغوزمون ما كانش بالببليك وكل. زادة ممكن انه نور شيبه اول مره يكون حاضر في مهرجان كارتاج، دونك فما برشا ناس جات باش تشجعوا، فما برشا ناس جات باش تتواصل معاه، فما برشا ناس جات باش تسمعوا، فما برشا ناس قالت خلينا نشوفوا شكون نور شيبه وشنو ينجم يعمل. يعني كان عندي في اكثر منه كل شيء. وعمل؟ عمل له ديفي، عمل له ديفي على خاطر ديجا بالنسبه لي انا صرف. هذا يؤكد انه وقت اللي ياخذ كارتاج انسان ويصرف، مش يصرف 20 ولا 30 مليون والباقي يبقى في المكتوب، نمشيو نبحبحوا بهم ونقولوا هنا عملنا كارتاج. الفائده اني نصرف نصرف، دونك تحس انه فما انفستيسمون، ثم عرض، ثم ميزان سين. وقت اللي يتعامل كيما معناتها مع فاضل الجزيري اللي هو بالنسبه لي انا سيتون بوانتور، نفهموا انه هنا فما تكتيك كامل. يوسف نعطيه الثقه في روحه، كهو ان تري بون تاباج والناس الكل تخدم. كما شفت في السبيكتاكل نتاع اليوم، وليدي في حد ذاته حلو، انه فنان اجنبي وفنان تونسي وكل واحد ياخو تقول انت يعمل ميتون، مي حلو حلو السبيكتاكل، حلو في فارياسيون وواحد يلقى روحه، فهمت؟ وهذه تونس، هذه تونس نحبوها، معتزينا من العرك. اللي يكون قلبه خايب عمره ما يولي به بطبيعته من الاول خايب، معناتها يعني بطبيعته هو من قبل المهرجان ومن قبل البرمجه بدا ينبر، معناتها كان باش نقعدوا نحكيوا على النباره. احنا ممكن نقص شويه بنديره، مكثوره التنبير برشا في تونس، صحيح نجم نقوله.
أنا ولد المسرح كما قال سي المنذر وعملت المشكلة أنه يعني العباد الناس هذوما اللي هما يصطادوا في الماء العكر لو أنه ولا عكر برشا حتى ديجا مع جملة غماق ياسر معناته فهمت علاش أنا ما نغزرش للعمل ككل نغزر للألبوم الكل شنو فيه موسيقى شنو فيه أفكار شنو فيه به أنا كي تحسبني على حاجة غير حاجة أخرى نولي نحس لي فما تنبيه أما كي تقول لي هذه باهية وهذه متوسطة وهذه خايبة وهذه حقك عملتها هكا علاش قلت لك الحساب به أما كي تجيني أنت كان الحاجة اللي أنت تحب تفهمها خايبة راهي هي تكون خايبة في مخك أنت برك مثلا مش خايبة في مخي أنا وعند الناس نور شيبة اليوم الثوري وقت اللي بكى
اللي بكى وقت اللي غنى على تونس وكيف حسيتوا؟ هي الأغنية تونس يا تونس تونس حرة يا بلادي، ممكن الإيقاع وكل كان يتواصل أبريتو أختيست ما تنجم يكون عنده سيت سنسيبيليتي. وبالحق معناتها مهرجان كارتاج في دورة 50 مع برشا ناس زادة نبرت على نور شيبة وقالوا طال على كارتاج وكل شيء، دونك ينجم يكون هو ونعرفوا ستريس اللي عاشوا راه نور شيبة. ثوري بون ما نعرفش انه نجمش نقول ثوري، لكن سي لي رياكسيون سي ليموسيون اللي هي حكيت. والفيلق كامل اكثر حاجه مستني بالحق تصويره العلم، يعني وقت اللي خرجوا الناس الكل العلم هذيك كيفاش كان سورسو سور اكران عطاه ديمونسيون اخرى عطاه بهرج اخر. ثوريه لي خاطر ما عادش نحب حتى الفنان ثوري بالنسبه لي انا معون صنعه، اما كان فنان صادق سي سون ستايل لوي برشا ريتم برشا فرقه معبه تبارك الله فيها معناتها يلزم عم بال عجب معناتها فهمت. والفرقه القوميه معاه والدنيا الكل فول فير وكوريغرافيا حلوه وقف مع فاضل الجزيري فول فير. كان كل مره واحد يتحط هكا والدوله تمن بيه كل واحد وحومته فهمت. اون بو الي تري 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 الواحد. الاغنيه الوطنيه اللي كتبتها حلوه عجبتني، لحنها حلوه وتقدمت حلوه، كوريغرافيا حلوه برشا، عرض كان متكامل، بصمه فاضل الجزيري واضحه، نور عمل المسرح قبل معناها ما نستغربوش منه كيفاش نجم يشد الجمهور بحضوره بالتواصل مع الجمهور. الليلة السهرية متاع نور شيبة وشاب مامي، قدمت الجزء الأول متاع نور شيبة، كيف ظهرت لك الأجواء؟ بون أجواء طيبة على اعتبار أنه المسرح تقريبا معبي كل. نور شيبة نجح موسيقيا، اليوم موسيقيا نجح لأنه اعتمد في التنفيذ الموسيقي على الفرقة الوطنية الموسيقى، وكي تقول الفرقة الوطنية الموسيقى مرجع موسيقي في الموسيقى الوترية مش تفدليك معناتها. اليوم ميوزيكالمون سمعنا نور شيبة في فيرسيون أخرى اللي هي موسيقى في تنفيذ محترف لجل الأغاني متاعه، واللي اكتشفت أنه الجمهور يحفظ باركور جل الأغاني الكل متاع نور شيبة. كما شفت معناتها ما شاء الله فرقة كبيرة وبرشا موسيقيين وشورتو الآلات الشعبية اللي يعطاو بلوس كبير برشا الخدمة، واللي يعطاو هما اللي عاملوا فريمون الأمبيانس. كذلك لطفي بوسدرة والبالي متاعو بصراحة كانوا ممتازين، عطاو أنيماسيون وعطاو إسبري آخر للعرض.
عسلامة. عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس. الحفلة لداخل راهو أنتم ما تعملوا لبرا وحدكم؟ علاش ندخلوا؟ شكون ما خلاكمش؟ هذوكم قالوا لنا ما نخليكمش خاطر كبار. قد عمرك؟ أنا 9 سنين. وأنتي؟ 8. أي. شبيك علاه ما دخلتش؟ ما خلاونيش. شكون ما خلاكش تدخل؟ هذوك. شنو عملوا لهم ترى؟ أنتم جيتوا وحدكم؟ ليه مع ما؟ قالت لنا ما استناونا لنا. تقعدوا هنا؟ تقعدوا هنا وحدكم؟ اي. ما تخافوش؟ ما نخافوش. عسلامة مدام. مرحبا. قبيلة تعرفت على صغيرات؟ كيف خليتهم للبرة؟ ليه بسيط عليهم الحماية. خاطر عقاصة خواكيت و فما صغار ما يدخلوش. انا في بالي مش سهرة بسهرة معناتها كان السهرات الكل قالوا لا اوكي. يا با بروبليم نجيبهم انا سون بروبليم. اليوم قالوا لا يا ما خلاهمش. الامن ما خلاهمش والله في الدخول هنا ماش قالوا. فما امراه قالت لا ما يدخلوش درا شنو خذهم ليشكم خليهم يا اخي سي نورمال. وانا جاي ندرمينا سي با نورمال معناتها معناها جاي مسكره ابخي تو فماش علاش لو برينسيپ سا سابليك و سا نو سابليك با يا من الاول يا لا مش من نهار تقولي ايه ونهار تقولي ان شاء الله يعملوا في محاولات ان شاء الله يدخل شكل هذرا محسوب هاني نغزل الامن الكل معايا شابه معك شابه معك لا بون يفوت ايتر اونيت يعملوا دي ديتكسيون على اللي شاربين الشراب اللي داخلين خير خاطر برشا الريحه ما نحكيلكش وفما فما حاجه ابجل من حاجه ان شاء الله في ليا باش نكون في 50 ميديسيون تاع كارتاج وان شاء الله نكونوا في حسن ظن الجمهور ان شاء الله ومرحبا بكم. النجاح يحسب النورشيبة في الجزء الاول سان سيرفو على خاطر هو نشط الحفل نتاع النورشيبة يشكي في النورشيبة كيما نشط الحفل نتاع شاب مامي ماهوش باش يشكي شاب مامي واضح خاطر لا لا مش يخلص من النورشيبة ماهوش باش يخلص من شاب مامي مامي الحقيقة حضرت له قبل ما كنتش نتخيل ما زلت عنده شعبية محليه زيدا اوديو محليه سيتا ميساج للناس الكل اللي يحبوا يقسمونا اللي يحبوا بعضونا على بعضنا
رانا شعب عربي واحد. شاب مامي راهو اسم عالمي معناتها، شاب مامي مش لاعب معناتها، فنان عالمي متميز. بون صارت له نكسه صغيره بعد السنوات اللي قضاها في السجن، لكن عودته هاتا وتشوف زاد تتاكد من خلال الجمهور اللي الناس اللي يجيب زاد يحفظوا باركور اغاني شاب مامي. البوم مامي 2014 ما نجحش. انت غاير من نجاح، انت ذور لي سمراني غاير من نجاح نتاع علي. فاش في التنشيط؟ لا انت منتي توا شاب مامي واختاري انت فك عليه. لا لا علي مو باش يخلص من عند نور شيبه، قاعد دبر في حوايج من عند علي ولا باش يخلص. كما نقولوا بالتونسي نتنوشوا لكم من كل حاجه شويه، ان شاء الله تكونوا عملتوا جو معنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، واستنونا غدوه في حلقه جديده مع زميلتي نوال سكنديج. صباح الخير. مرحبا بكم في سهر الليالي، كما تعرفوا نحوسوا بكم ديما من حفله لحفله ومن مهرجان لمهرجان. شنو فما الليله في سهر الليالي؟ نتابعوا مع بعضنا. احنا موجودين في مهرجان قرطاش في دوره الخمسين، الليله سهره مغاربيه اسسها فنان تونسي تحبوه برشا اللي هو نور شيبه، وكذلك فنان جزائري اللي هو الشاب مامي. شنو صار التفاصيل، ندوه الصحفيه، الكواليس وديزكستري تحبوهم برشا، تفرجوا فيهم في الروبورتاج. فما الليله
نور شيبا وشاب مامي. غنيت راي حسني، اما جاي المامي نتفرج فيه. حسني في القبر. اي اما جاي المامي نتفرج فيه خاطر نحب الراي. شنو تحب تسمع؟ كل شيء. كل شيء؟ اي. فماش حاجة سبيسيال؟ لا لا كل شيء عجبني. لا 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 هذيك نور شيبا شنو علاقتك بيه؟ ما نعرفوش. حريم السلطان. ومامي شنو جو؟ شنو؟ مامي شنو جو؟ لا لا ما نعرفوش مامي. بليتو شاب مامي. تحب الراية؟ والله فما عنده غنيات مش خايبين معناتها كيما عنده غنية مع ستينغ تعجبني بالكدا. هو الكل اللي عنده الكل يعجبني على القديمة نتاعو خاصة. نور شيبا وشاب مامي. اللي لابسة بالأخضر متعاطفة مع المنتخب الجزائري. هكاك. شنو الغنيات اللي تحب تسمعهم الليلة؟ والله نور شيبا الكل. جاي باش نعمل جو. شكون الليلة شكون؟ نور شيبا شكون اللي خلي معاه والله لا نعرف. شاب مامي. شاب مامي مش شاف مامي ولا شكون. شاف مامي عنده مقرونه مش نورمال. شنو مقرونه التوانسه عندنا المقرونه احنا ان شاء الله ربي معاك. حاب تسمع الليله من عند نور؟ والله عنده برشا حاجات حلوين كلهم حلوين كلهم اغاني كلهم تحفونين وانتم تحفونين وانتم مزيانين وربي يعينكم. عجبك العرض نتاع نور شيبا؟ اي عجبني العرض خاصة غنيته يا عم علي ويا حب شبيك. قدم هذوما؟ هذوما اللي عجبوني معناتها في نور شيبا. عجبني فيها نور شيبا وعجبتني غنية شو اسمها حريم السلطان. يا عم علي بجهل عجبني بالكدا كسبكتاكل الناس اللي معاه الجو اللي عامله صراحة خدم 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 السنة نتاعو بالكدا بالكدا تبارك الله عليه. عجبك سبيكتاكل الليلة؟ ما شاء الله من أقصى حكاية تحفونا شبابا برشا. ضربوا تونس. ما شفتوش ضربوا تونس؟ جملة فماش ضربوا تونس كان ضربوا الجزائر هكا كل شعب مداهن والله ما تقصش عليها عادي خليني أنا وطني أنا نحب تونس. تلفت في مسرح كامل كلها فيف لالجيري ضربوا الجزائر ضربوا الجزائر فماش حتى واحد هز ضربوا تونس. أوكا نور شيبا هز ضربوا تونس. خلينا من نور شيبا أنا جيت شاب مامي أنا ما خلطتش على نور شيبا. وأنتي وينو ضربوا؟ شكون؟ هاوكا ضربوا تصور به السيد. إيه أنا نحبها تونس راهو. تحب تونس جيب ضربوا تعارك في تونس ما جابش ضربوا. فكهولي يلا غالب. نور شيبا عجبني هاوكا حاضر بالكدا وكل. كل شيء يغني بالكدا سبيكتاكل حتى التالي وقت تشوف شكون اللي معناتها اللي يشتهر وراه معناتها سون دي فغي برو.
حلوه برشا الحفله، عملنا برشا جو وحلوه برشا الحفله، عجبتني انا برجلي. انا شكون عجبك اكثر؟ نور شيبة. نور شيبة اكثر، خاطر نحبوا الاغنيه نتاعو التونسي ونحبوا سهريته حلوه برشا ونعملوا معها برشا جو. نور شيبة. شنو تقول؟ يعطيك الصحه و مازال يعبي كارتاج. الحمد لله الحمد لله، حاجه تفرح، حاجه تفرح برشا زاد. والله الفنان التونسي اللي يخدم على روحه، الفنان التونسي اللي يسوق تصويره، ايش نقول لك، راهو نور شيبه سيتي بريفيزيبل نوعا ما لو سوكسي اللي باش يعيشوا. علاش؟ على خاطره ارتيست خلق تصويره. نور شيبة في لي باساج نتاعو ما يتعداش انابيرسو، ديما عنده كل عنده لي اكسسوار نتاع الخدمه نتاعو، عنده ديما تيك نتاعو، عنده عكاز، عنده كذا، يعني خلق روحه اون ايدنتيفيكاسيون معينه، عطى يمكن روح اخرى للاغنيه اللي هي الاغنيه الفولكلوريه، الاغنيه التونسيه وكل، وخلق زاد اون ديمونسيون نتاع براندينغ، يخدم معناتها ستاف كامل وناس تخدم وعباد تخدم وميزان سين وكل. يعني بالنسبه لينا نحن تقول لي اليوم نجح في كارتاج، ولا وراه والله معناتها كان ما خدمش وكان ما غنيه ما غنيته ما توصلش وما فماش اون برودكسيون معناتها ورا بعضها، راه ما يجي حتى حد وراه ما يتواصل مع حتى شيء. وشفنا لو ريزولتا في عروض تونسيه كيما محمد جبالي وكيما وكل، مالوغوزمون ما كانش بالببليك وكل. زاده ممكن انه نور شيبة اول مره يكون حاضر في مهرجان كارتاج، دونك فما برشا ناس جات باش تشجعوا، فما برشا ناس جات باش تتواصل معه، فما برشا ناس جات باش تسمعوا، فما برشا ناس قالت خلينا نشوفوا شكون نور شيبة وشنو ينجم يعمل. يعني كان ان ديفي اكثر منه كل شيء. وعمل؟ عمل له ديفي، عمل له ديفي على خاطر ديجا بالنسبه لي انا صرف. هذا يؤكد انه وقت اللي ياخذ كارتاج انسان ويصرف، مش يصرف 20 ولا 30 مليون والباقي يبقى في المكتوب، نمشيو نبحبحوا بهم ونقولوا هنا عملنا كارتاج. الفائده اني نصرف نصرف، دونك تحس انه فما انفستيسمون، ثم عرض، ثم ميزان سين. وقت اللي يتعامل كيما معناتها مع فاضل الجزيري اللي هو بالنسبه لي انا سيتون بوانتور، نفهموا انه هنا فما تكتيك كامل. يسوفي نعطيو ثقه في روحه، كهو ان تري بون تاباج والناس الكل تخدم. كما شفت في السبيكتاكل نتاع اليوم، وليدي في حد ذاته حلو انه فنان اجنبي وفنان تونسي وكل واحد ياخو تقول انت يعمل ميتون، مي حلو حلو سبيكتاكل حلو في فارياسيون وواحد يلقى روحه، فهمت؟ وهذه تونس، هذه تونس نحبوها. ما تيزينا من العرك اللي يكون قلبه خايب عمره ما يولي به بطبيعته من لول خايب معناتها. يعني بطبيعته هو من قبل المهرجان ومن قبل البرمجه بدا ينبر معناتها. كمش نقعدوا نحكيوا على النباره، احنا ممكن نقص شوية بنديرة، مكثورة التنبير برشا في تونس، صحيح نجم نقول. انا ولد المسرح كما قال سي منذر، وعملت المشكلة انه يعني العباد الناس هذوما اللي هما يصطادوا في الماء العكر، لو انه ولا عكر برشا حتى ديجا مع جملة غماق ياسر معناتها، فهمت؟ علاش انا ما نغزرش للعمل ككل، نغزر للالبوم الكل شنو فيه موسيقى، شنو فيه افكار، شنو فيه به. انا
كي تحاسبني على حاجه غير حاجه اخرى نولي نحس اللي فما تنبيه. اما كي تقول لي هذه باهيه وهذه متوسطه وهذه خايبه وهذه حقك عملتها هكا، علاش قلت لك الحساب به؟ اما كي تجيني انت كان الحاجه اللي انت تحب تفهمها خايبه، راهي هي تكون خايبه في مخك انت برك مثلا، مش خايبه في مخي انا وعند الناس. نور شيبة اليوم الثوري؟ وقت اللي بكى، وقت اللي غنى على تونس، وكيف حسيتوا؟
هي الأغنية تونس يا تونس، تونس حرة يا بلادي. ممكن الإيقاع وكل كان يتواصل، أبريتو أختيست معناتها نجم يكون عنده سيت سنسيبيليتي. وبالحق معناتها مهرجان كارتاج في دورة 50 مع برشا ناس زاد نبرت على نورشيبة وقالوا طال على كارتاج وكل شيء، دونك ينجم يكون هو ونعرفوا ستريس اللي عاشوا راهو نورشيبة. ثوري بون ما نعرفش، انه نجمش نقول ثوري، لكن سي لي رياكسيون سي ليموسيون اللي هي حكيت. والفيلق كامل اكثر حاجه مستني بالحق تصويره العلم، يعني وقت اللي خرجوا الناس الكل العلم هذيك كيفاش كان سورسو سور اكران، عطا ديمونسيون اخرى، عطا بهرج اخر. ثوريه ليه؟ خاطر ما عادش نحب حتى الفنان الثوري بالنسبه لي انا معون صنعه، اما كان فنان صادق. سي سون ستايل لوي برشا ريتم، برشا فرقه معبيه تبارك الله فيها معناتها يلزم يعمل بها العجب معناتها، فهمت؟ والفرقه القوميه معاه والدنيا الكل فول فير، وكوريغرافيا حلوه، وقف مع فاضل الجزيري فول فير. كان كل مره واحد يتحط هكا والدوله تمن به، كل واحد وحومته، فهمت؟ اون بو الي تري 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 الواحد. الاغنيه الوطنيه اللي كتبتها حلوه، عجبتني لحنها حلوه وتقدمت حلوه، كوريغرافيا حلوه برشا، عرض كان متكامل، بصمه فاضل الجزيري واضحه، نور عمل مسرح قبل معناها ما نستغربوش منه كيفاش نجم يشد الجمهور بحضوره بالتواصل مع الجمهور.